بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 49 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من حائل، وباعثتها إحدى أخواتنا من هناك. تقول المرسلة رايشين حسن بنا: أختنا، عرضنا جزءا من رسالتها في حلقة مضت، ونرجو أن نستكمل ما تبقى من أسئلتها في هذا اللقاء. تسأل الشيخ صالح في هذا اللقاء وتقول: أشعر أحيانا أنني غير مخلصة في أعمالي، مثل نصح زميلاتي التي بحاجة إلى النصح، ويداخلني الشك بأن هذا الذي أقوم به فيه رياء وسمعة. وجهنا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن على المسلم أن يستمر في العمل الصالح والدعوة إلى الله والمناصحة لإخوانه المسلمين، ولا يكون في نفسه شيء من الوساوس التي تفرقه عن الطاعة، كأن يأتيه الشيطان ويقول له: اترك هذا العمل لئلا يكون من قبيل الرياء. فإن هذا من الشيطان. فعلى المسلم أن يستمر في عمل الخير ويخلص النية لله عز وجل، ولا يلتفت إلى وساوس الشيطان، والاعتبار بما يقوم في قلب المسلم. ما دام أن نيته خالصة لوجه الله عز وجل، فإن هذا دليل على إخلاصه ودليل على صحة عمله، ويرجى له الثواب من الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان في نيته مدح الناس وثناءهم عليه، فهذا هو الرياء. فعليه أن يتوب إلى الله من هذه النية، وأن يخلص العمل لله عز وجل، ويستمر في الطاعة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: سمعت عن أناس كانوا صالحين ويؤدون ما عليهم من واجبات، ولكن ختم الله لهم بسوء والعياذ بالله، كيف النجاة؟ يرحمكم الله. على الإنسان أن يخلص العمل لله عز وجل، وأن يحرص على طاعة الله، وإذا وقعت منه مخالفات عليه بالتوبة إلى الله. فإذا أصلح الإنسان عمله لله عز وجل، فإنه حري أن يختم له بخير. وأما إذا كان على العكس يسيء الأعمال ويعصي الله عز وجل، فإنه حري أن يختم له بسوء. الأعمال بالخواتيم، ولكن الخواتيم لها أسباب يفعلها العبد. فإذا كان العبد متمسكا بطاعة الله، متجنبا لمحارم الله، مخلصا نيته لله، فهذا حري أن يختم له بالخاتمة الطيبة. وأما إذا كان مفرطا في طاعة الله، مرتكبا للمعاصي وغير مبال بالمخالفات، فهذا حري أن يعاقب وأن يختم له بالسوء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأمر صلى الله عليه وسلم بالعمل وتعاطي الأسباب، ولا ينظر الإنسان للقضاء والقدر، أو ينظر للخواتيم ويتكاسل عن العمل ويقول المدار على الخاتمة ويتكاسل ويتذبط عن الطاعة، لأن هذا من الشيطان. فهو يعمل العمل الصالح ويرجو الله عز وجل أن يوفقه لحسن الخاتمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يعقوب عليه السلام: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومعنى ذلك أن يتمسكوا بطاعة الله وتوحيده، ويخلصوا العمل له من أجل أن يوفقهم لحسن الخاتمة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تسأل وتقول: أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأنه تعالى يقدر للمرء أن يكون صالحا أو غير ذلك، فهل يكفر من يقول لو شاء الله لاهتدينا؟ وهل الإنسان مخير أم مسير في مسألة الهداية؟ جزاكم الله خيرا. أنا لا أحب للسائلة الدخول ولا لغيرها الدخول في هذه الأمور، أمور القدر وأمور القضاء، ولكن نوصي إخواننا المسلمين بالعمل الصالح وفعل الطاعات، وهذا باستطاعتهم ومقدورهم. فالعبد يستطيع أن يفعل الطاعات ويستطيع أن يترك المحرمات، أعطاه الله القدرة وعرف أن الطاعات عاقبتها حميدة وأن المعاصي عاقبتها سيئة، تبين له ذلك وقدر على فعل الطاعات وترك المعاصي، فليس له حجة. أما القدر فهو راجع إلى الله سبحانه وتعالى، وهو سر لله سبحانه وتعالى في خلقه، فعلى الإنسان أن يفعل ما باستطاعته وبجانبه هو. أما الذي إلى الله عز وجل فهذا موكول إلى الله. وقد سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعتمدون على كتابهم، يعني على القضاء والقدر الذي قدر لهم، ويتركون الأعمال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا مذكور في قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أخبر سبحانه وتعالى أن العبد يفعل الأسباب، إما أسباب السعادة وإما أسباب الشقاوة. أسباب السعادة هي الطاعات، وأسباب الشقاوة هي المعاصي والمخالفات، كل يعرف هذا من نفسه. وأما أمر القضاء والقدر فهذا لا ندخل فيه، لأنه من شأن الله سبحانه وتعالى، ولكن الذي يطلب منا وهو بمقدورنا هو الأعمال، الأعمال الصالحة، تجنب الأعمال السيئة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. السؤال القديم الجديد شيخ صالح: هل الإنسان مخير أو مسير في مسألة الهداية بالذات تخص أختنا؟ الإنسان مسير ومخير من ناحية ما قدر الله عليه في اللوح المحفوظ فهو مسير، ومن ناحية ما أعطاه الله من القدرة والإرادة والمعرفة والعقل فهو مخير، باستطاعته أن يفعل الطاعة وباستطاعته أن يعمل المعصية، فهو يعمل العمل باختياره وإرادته وقدرته. ولذلك لا يؤاخذ المكره، ولا يؤاخذ المجنون والنائم، ولا يؤاخذ الناس، لأن هؤلاء ليس لهم إرادة ولا قدرة، فهؤلاء لا يؤاخذون لأنهم ليس لهم إرادة ولا قدرة ولا اختيار. أما المختار العاقل فهذا إنما يأتي الأشياء باختياره. مثلا لو أن أحدا ضربه أو أخذ ماله، هل يقول هذا قضاء وقدر ويتركه، أو يطلب الانتقام ويطلب الجزاء من ويطلب الإنصاف ممن ظلمه؟ لماذا لا يحتج بالقدر إلا لأنه يعلم أن هذا المجرم أنه فعل هذا باختياره، وأن هذه الجناية وقعت باختياره، فهو مستحق للعقوبة والمقاضاة، فلماذا يحكم على الناس بهذا ولا يحكم على نفسه؟ نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لها سؤال طويل بعض الشيء تقول فيه: هل الجنة التي أخرج منها آدم عليه السلام غير جنة الخلد التي ذكرت في القرآن؟ كما أرجو أن تساعدوني في إزالة الحيرة في فهم هذه الآيات، حيث أن الأمر قد اختلط علي. ثم تذكر أطرافا من الآيات: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى، وكذلك إلا إبليس كان من الجن، وأيضا خلقتني من نار وخلقته من طين، وتسأل هل معنى ذلك أن إبليس من الملائكة أم من الجن، وكيف يكون ملك وهو مخلوق من نار؟ وجهونا وأزيلوا عنا ما اختلط علينا، جزاكم الله خيرا. أنت التي أخطأت على نفسك في الدخول في هذه الأمور التي ليس لك منها فائدة. هذه الأسئلة ليس لك منها أي فائدة. لو سألت عن أنواع التوحيد، عن شروط الصلاة، وعن شروط الوضوء ونواقض الوضوء، وسألت عن أمور دينك، لكان هذا هو المتعين وهو الذي فيه الفائدة. أما الجنة التي أخرج منها آدم، هل هي جنة الخلد أو غيرها، هل إبليس من الجن أو من غير الجن، فماذا تستفيدين من وراء ذلك؟ فعليك بترك هذه الأسئلة والاشتغال بما فيه نفع لك ولغيرك من أمور الدين وأمور العقيدة. نعم. إذا أذنتم لي شيخ صالح، يبدو أن صاحبة الرسالة من صاحبات الاطلاع
يبدو أنها قرأت هنا وهناك ومرت عليها هذه الأفكار وهذه الملابسات، وحينئذ تسأل عن الصحيح جزاكم الله خيرا. نحن لا نريد أن ندخل في هذه الأمور لأنها ليس فيها فائدة لا لها ولا للمستمعين. طيب. ونوصيها أن تكف عن هذه المطالعات. طيب. وأن تطالع ما ينفعها. طيب. في أمور دينها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن الغوص في مثل هذه المسائل للشيخ صالح فيه توجيه معين؟ نعم، الغوص في هذه الأمور هذا لا يأتي بفائدة، بل قد يأتي بالمضرة والحيرة والشكوك. ولو كان في هذه الأمور لنا فائدة لبينها الله لنا سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع سوداني يسأل ويقول: الحمد لله حجيت، وفي أيام الإحرام كنت أسرح شعري قبل أن أكمل الحج وقبل أن أزيل الإحرام، فماذا علي في تسريح شعري جزاكم الله خيرا؟ لا بأس أن المحرم يسرح شعره، ولكن يرفق سرحه برفق، ولا بأس أن يغتسل ويتنظف ويغسل شعره، ولكن يكون هذا بالرفق لئلا يتساقط منه شعر. فإن سقط شعر من رأسه من غير اختياره ولم يقصد ذلك فلا حرج عليه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمزت لاسمها بالحروف ميم باء تقول: إن والدتي هداها الله أو والدي يريد أن يزوجني لشخص أنا أكرهه، ولا أعتقد أن باستطاعتي أن أعيش معه، وقد نصحني كثير من الأخوات في الله بأن أصلي صلاة الاستخارة ولكن بلا جدوى، وقلت لذلكم الرجل في وجهه إنني أكرهه ولا أريد الزواج منه، وقد هددني والدي بقتلي لو علم أحد بما اتجهت إليه، وجهوني جزاكم الله خيرا، وهل أنا محقة فيما ذهبت إليه أم توجهونني بشيء آخر جزاكم الله خيرا؟ هذا خطأ من هذا الوالد، كونه يجبرها على شخص لا تريده هذا خطأ كبير، وأنت لا يلزمك قبول هذا الشخص الذي لا تريدينه، لأن الزواج مبني على الموافقة والرضا والعشرة، ومن شروط صحة العقد يعني من شروط صحة عقد النكاح الرضا، رضا الزوجين بعضهما بالآخر، هذا من شروط صحة العقد. هذا الوالد مخطئ في إجبارك على هذا الشخص الذي لا تريدينه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: سليمان عواد من معان في الأردن يسأل ويقول: ما حكم السلام في المسجد؟ هل هو واجب جزاكم الله خيرا؟ نعم، السلام في المسجد وخارج المسجد مستحب وليس واجبا. البداءة بالسلام مستحبة وسنة مؤكدة، وأما رد السلام فإنه واجب، قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. النبي صلى الله عليه وسلم يحث على إفشاء السلام، وهذا عام في المسجد وفي غيره، إلا إذا كان المسلم عليه مشغولا بصلاة أو بتلاوة قرآن فإنك تسلم عليه بعدما يفعل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يحق للمرأة المسلمة التي ترتدي الحجاب الإسلامي أن تجلس مع أخي زوجها؟ نعم، يعني إذا كانت متحجبة ومن غير خلوة إذا كانت متحجبة الحجاب الساتر ومن غير خلوة كان بحضرتهم من تزول به الخلوة فلا مانع أن تجلس معه، أما إذا كانت غير متحجبة أو كان الجلوس فيه خلوة مع رجل لا من غير محارمها فإن هذا حرام، قوله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. الخلوة للرجل الذي ليس من المحارم بالنسبة للمرأة محرمة لأنها وسيلة إلى الحرام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية واجب؟ الصحيح والذي عليه الجمهور أن البسملة تقال سرا في الصلاة ولا يجهر بها، وذلك لأن في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، دل على أن البسملة لا يجهر بها، والبسملة سنة ليست واجبة عند جمهور أهل العلم، الإتيان بها سنة من سنن الصلاة القولية فلا يجهر بها، ومن جهر بها بعض المرات فلا مانع من ذلك، أما المداومة على ذلك فإن هذا عند الجمهور غير مشروع. جزاكم الله خيرا
أحسن إليكم مستمع يسأل ويقول: هل على المرأة صلاة جمعة ركعتين في بيتها أم تصلي أربع ظهرا لأنها لم تشهد الخطبة في المسجد؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز للمرأة أن تصلي الجمعة في بيتها، بل عليها أن تصلي الظهر، صلاة ظهر، لكن لو حضرت في المسجد وصلت مع المسلمين أجزأتها الجمعة عن الظهر. أما إذا كانت تصلي في بيتها فإنها يجب عليها أن تصلي أربعا، صلاة الظهر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الأخ السيد حسن راشد بعث يسأل ويقول: ما حكم صيام النصف من شعبان؟ صيام النصف من شعبان كاملا يعني 15 يوم لا بأس بذلك، أما صيام يوم النصف خاصة إفراد يوم النصف من شعبان بالصيام هذا لا يجوز، لأنه بدعة. لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصص النصف من شعبان بصيام ولا يخصص ليله بقيام، فتخصيص ليلة النصف من شعبان بالقيام أو تخصيص يوم النصف من شعبان بالصيام هذا يعتبر بدعة لأنه لا دليل على ذلك. أما من كان يستمر على قيام الليل فإنه يقوم النصف من شعبان كغيره من الليالي، وكذلك من كان يصوم قبل النصف قام من أول الشهر فإنه لا بأس أن يصوم النصف من شعبان تابعا لغيره. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم زراعة الشعر للرجال والنساء؟ لا أدري ما معنى زراعة الشعر، فهذا يحتاج إلى معرفة المقصود ومعرفة النتيجة من وراء ذلك، والمسلم لا يتكلف هذه الأمور، لا يتكلف هذه الأمور. لكن لو قدر أن إنسانا يتساقط شعر رأسه أو شعر لحيته وتعاطى شيئا من الأدوية تحافظ على هذا الشعر وتمنع تساقطه فهذا من باب العلاج لا بأس بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف سين حا يقول: يوجد بحينا جامع كبير، وفي هذا الجامع رجل وضع له سجادة خاصة به يصلي عليها ولها ما يقارب 15 سنة أو أكثر من ذلك، وتوضع دائما خلف الإمام، وأنا أعمل مؤذن في هذا الجامع، وقد تكلمت مع هذا الرجل عدة مرات عن هذه السجادة فلم يستجب لنصحي أبدا وأصر على بقائها ولا يريد أي شخص يجلس عليها، وقد كلمه الإمام مرات عديدة بأن يزيلها، وحصل بينهما شجار وجدال حول هذه السجادة، فأنا تركت الأذان في هذا الجامع وذهبت إلى جامع آخر ولله الحمد خوفا من الفتنة لأنه يهددني بالضرب، فما هي نصيحتكم لنا تجاه هذا الرجل، وما هي نصيحتكم له ولأمثاله، وهل وضعه للسجادة صحيح علما بأنه من أقاربي؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. احتجاز مكان في المسجد لا يصلي الإنسان إلا فيه منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيطان كإيطان البعير. ولكن إذا كان هذا الرجل يحضر في المسجد ويصلي ويداوم على ذلك ويحافظ عليه فإن الأمر أخف، وإن كان الأولى عدم التزام مكان معين، وكونه يصلي تارة هنا وتارة هنا ويغير المكان أحسن وأفضل. أما إذا كان يضع السجادة ويتغيب عن المسجد ولا يحضر إلا في آخر الوقت ويحجز المكان على المتقدمين إلى المسجد فهذا حرام عليه ولا يجوز له، ويجوز لمن حضر أن ينحي هذه السجادة ويجلس مكانها، لأنه لا حق له احتجاز هذا المكان وهو غير حاضر في المسجد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا فعل ذلك المؤذن شيخ صالح، نعم، إذا فعل ذلك أعني حجز مكان خلف الإمام تماما المؤذن، فماذا يقول فضيلتكم جزاكم الله خيرا؟ هذا شيء جرى عليه العمل أن المؤذن يكون خلف الإمام من أجل الإقامة، نعم، ومن أجل لو احتاج الإمام إلى شيء يحضره له، وهو لا سيما إذا كان المؤذن قارئا للقرآن ربما يعرض للإمام ما يستدعي تخليفه مكانه، نعم، أو يغلق القراءة على الإمام فيفتح عليه. الحاصل أن قضية المؤذن وكونه خلف الإمام هذا أمر جرى عليه العمل وفيه مصالح، لكن لا يخصص مكانا معينا يداوم عليه لا يقف إلا فيه، فلو يعني مال هنا أو هنا يمينا أو شمالا في الصلاة صلى ووقف في هذه الفريضة في هذا المكان ثم تنحى قليلا في الفريضة الثانية وصلى يكون أحسن، تغيير المكان مهما أمكن فهو أحسن. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع بعث يسأل ويقول: لقد اشتريت قطعة أرض سكنية وكتبتها باسم والدي، ثم إن والدي كتبها باسمي مرة ثانية، أي تكون كذلك بعد مماته، هل يجوز لإخوتي الذين هم من أم ثانية أن يرثوا في هذه القطعة أم لا؟ أولا، يعني من ناحية الحكم الشرعي، لا يجوز للوالد أن يخصص أحد أولاده بوصية بعد موته أو بعطية في حياته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد، وقد أجمع أهل العلم على ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم في العطية: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وأما إذا حصل الأمر وكتب لك هذه الأرض وتوفي وإخوانك لم يسمحوا بذلك، إن سمحوا لك بها فلا بأس، لأن الحق لهم. أما إذا لم يسمحوا فإن القاضي يحكم بينكم. هذا من شؤون المحاكم الشرعية، هي التي تفصل في القضايا والمخاصمات. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى،